حرجك مع الناس؟ حرجني مع الناس وخلى مبقاش لي راسي الفوق، هبط لي راسي لتحت وحيدته من الذاكرة ديالي وفتحت صفحة جديدة. مبقاش كنعقل عليه واش ولدي ولا ماشي ولدي. انا امامكم كنقول ماشي ولدي، والسلطة الا توافق معايا نحيدو من الحياة المدنية، الا توافق معايا نحيدو من الحياة المدنية، نحيدو من الحياة المدنية. راه الجماعة الحوازة كاملة راه صلى معاه في الجامع، راه تا مشى وجدارمية ومشى صلى معاهم في الجامع، مشى صلى معاهم في الجامع. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا الفاجعة نواحي السطات. شاب في مقتبل العمر اللي ارتكب هذا الجرم، اعتداء شنيع في صفوف الأطفال ذكورا وإناث وناس متقدمين في السن. الآن معايا مصطفى. من هو مصطفى؟ مصطفى هو الأب ديال من اللي ارتكب هذا الجرم، اللي هو محمود أعتقد. محمد. مصطفى ولدك علاش دار هادشي؟ الولد ديالي مسطي ما عندوش العقل، كيطلب الفاني ديال المسطين، كيشربوا، كيكون نهار كيلقى الحريف فيها الما حياها الحشيش، ما باغي يخدم، ما باغي يردم، تتسطف عقله راه دار هاد الكوارث. ما حاولتوش تديه للسبيطار تداويوه؟ ما بعد من هرب، جريت عليه 3 سنين وهو بعد مني. بغيتي حتى المحل اللي ساكن فيه ندوزك تشوفيه، ما كاين حتى شي مشكل. حرجك مع الناس؟ حرجني مع الناس وخلى مبقاش لي راسي الفوق، هبط لي راسي لتحت وحيدته من الذاكرة ديالي وفتحت صفحة جديدة. مبقاش كنعقل عليه واش ولدي ولا ماشي ولدي. انا امامكم كنقول ماشي ولدي، والسلطة الا توافق معايا نحيدو من الحياة المدنية، نحيدو من الحياة المدنية. هذا هو اللي كنقول. البداية بدا بهاد الناس، بدا بهذيك البنت، ضرب البوات، ضرب الدري، دابا بين الموت والحياة. من موراها اللي جاني غريب غتجاوبني عليه انت، اللي باه اشعار كتسمع انه كيمشي للجامع وتيصلي تيخرج تيرتكب جرم. كيفاش مصطفى؟ كيفاش كتشوف؟ صلى معاهم البارح وضربوا مول البارح، والبارح مشى للجامع عادي بحال ما كاين والو معاهم، ومشى ريح في القهوه معاهم عادي، ومعيطوا له على السلطه لا على والو. جات السلطه كتقلب عليه، نقول لك الربعه الخمسه قلبوا عليه. مولات الدار عدي ما خلاتهمش يدخلوا للمحل، قالت لهم ودي راه مهاجر من عدي، راه ما ساكنش عدي. وهاد الناس جيراني شافوه كيدخل، من حقهم. ومن اللي شافوه خصهم يعلموا به. هو الصباح دار كارثه، تعرض لولاد المدرسه، اش ذنبهم؟ راه ما ذنبهم والو. السيد راه مسطي، راه فليب في عقله، رجع الخيوط تقطعوا لي. هو كان عنده صوابق قدام؟ راه مشدود، ما عرفتش ثلاثه الشدات اللي مشدود. انت ما عمرك حاولتي مع مصطفى؟ عييت ما نحاول معاه، قلت ليه ريح في المحل، كون فقيه وتا حاجه ما تخصك، وكيدير غير اللي بغى. راه الجماعه الحوازه كامله راه صلى معاه في الجامع، راه تا مشى وجدارميه ومشى صلى معاهم في الجامع، ومشى ريح في القهوه، وما كاينش اللي عيط على الدارك ولا عيط على شي واحد باش يقول لي ها هو مريح جيو ليه ولا تا كحل. هالصباح مشى لولاد المدرسه، ما ذنبهم والو، بدا كيشرق فيهم. ملي تشد ما مشيتيش عند مصطفى انت عند الجدارميه؟ انا ما نوصلوش والو، انا كنطلب الله ما يشوفنيش وجهه حتى امام الله. انا كنتمنى ما يشوفش وجهي بصفة نهائية، تنمشي لعند سيدي ربي. غنقول لك سؤال واحد مصطفى، انت كدوي معايا صريح، ما خليتي لي ما نقول. انا الاسئله اللي في الموضوع كلها جاوبتي عليها، كتضرب قلبك. هذا الوليد من الصغر ديالو لدابا، شنو هو اللي كيبان لك سبب ديال انه غادي في واحد المسار خاطئ، غادي في طريق عوجه؟
انا درت 10 سنين وانا خدام بالليل، ما كنعرفش اش كنجيب نهار كننعس، الام ديالو كنسولها كتقول لي راه مزيان، المدرسه كان كيزرطي منها ما كيقراش، ملي كبر وعاد تبلى بهادشي ديال المخدرات راه صافي راه اللي عطى الله عطى، ما بقى ما احنا عندنا خايفين منه، انا عدت خايف منه، الاب ديالو عدت خايف منه اللي شرقني، ضربت ما خليت ما درت نداوي وك ما ضربوا واحد قطع لي العصب، خسرت عليه فلوس داويت ودا وما كاينه حتى حاجه، اللي في راسه في راسه. شحال ديال الاولاد عندك مصطفى؟ عندي 4 الوليدات وبنت. هو شنو الكبير هو الوسط؟ هو الكبير هو الاول، هو سميت الاب ديالي، حطيته في السميه ديال الاب ديالي، وكحل لي وجهي مع العباد مع القبيل كامله. مصطفى كدوي بقلبك وتدوي انت تترجف. مشاهدينا الكرام، غادي نتناول الموضوع كذلك بطريقه اخرى، غادي نعيط خالد اللي داز معايا في الحوار السابق اللي هو الاخ ديالو بالموت والحياه من مخلفات الابن ديال مصطفى. الاب سمعتيه مسكين اش كاين؟ وجاركم؟ اي جارنا الولد دار جرم، داروا خلط الاطفال وكل شيء، القانون قانون، قانون قانون حق، ولكن هذا الجوار بيناتكم يبقى طيب. حنا حيت حنا السيد ما بيننا وبينه الخير والاحسان، ها هو يقول لك اش كاين، ما عمرنا تخاصمنا معاه، حنا ضروري راه ماشي مشادات كريمه، راه ضروري لا بد ما غتوقع، ولكن مع هو راه ماشي نقول له مشى حرش ولده ولا قال، هو راه ولده كما قال ومخاصم مع ولده وما يدوش مع ولده. هادشي اللي بغيت نقول انا، ماشي هادشي اللي نقول راه حكا راه مشى حرش ولده ولا دار لولده ولا داكشي، ما كايناش هاد الهضره، حتى السيد جارنا وما عمرنا وصلنا لهاد مسكين قال لك، قال لك حتى اللي وصلنا لهضره، قال لك هاد السلوكيات اللي دار كحل وجهي مع الجيران. كاينه بصح، كاينه بصح، ماشي مع الجيران، مع الجيران مع القبيله مع الدوار كامل. هادشي اللي بغيت نقول لك وسمحني. لا مرحبا سي خالد. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا العمق ديال الصراحه في الموضوع مصطفى، ما نكرش السلوك الاجرامي اللي دار الابن ديالو، سمعتوا الكلام من اللسان ديالو ويتكلم بعمق ويتكلم بجرح غائر بشكل كبير، وكذلك اللي تنور الراي العام اكثر في الموضوع، المكان اللي حنا فيه المنزل ديال مرتكب الجرم مع العائله الضحيه الاولى ملاصقين، يعني كاينه كاين الجوار، وهاد الناس في هاد المنطقه ما ناكرينش العطف والحب والجوار والخصائل اللي عطانا النبي صلى الله عليه وسلم بيناتهم، الا ان الابن بالجرم ديالو له راي اخر. مشاهدينا الكرام كنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربه كل من ساعد الضحايا وبالاخص الاخ ديال خالد اللي بين الموت والحياه، الله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف ديال خالد، والله عز وجل هو اللي كيقبل اجر المحسنين. مشاهدينا الكرام قصه كتالم صراحه، تعليق المواطن، شكرا لكم.